بوم بوم بوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا لكم مقطع جديد اللي مهمة. دقيقة يا جماعة الخير، أنا ضبطت المقدمة. بوم بوم، السلام عليكم وبركاته، معكم خالد ومستر خالد. اليوم مقطع جديد، مقطع اليوم سائق التاكسي هاشتاق واحد، ما شاء الله تبارك الله. المهم يا جماعة الخير، اليوم يا جماعة الخير سائق التاكسي الجزء الأول بإذن الله. تبغونها سلسلة ولا جزء أول ولا أجزاء ولا بس فيديو ولا وش تبغون؟ انا حاليا راح احط سائق التاكسي افشل. المهم راح تشوفون العنوان. المهم اليوم راح اصير تاكسي في جراند، اتمنى يعجبكم المقطع. راح اصير تاكسي في جراند وراح اشوف الناس طيبين ولا مو طيبين. جاهزين للمقطع؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اللهم اول شيء الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وخلونا نبدا المقطع. اوكي يا جماعه الخير، في ناس صلوا على النبي وفي ناس قالوا لي ضف وجهك. طيب يا جماعة طيب، اوكي شيء الحين روح شوش راح نسوي الحين يا جماعة الخير. اول شيء راح احدد موقع يعني فيه استكاسي، نروح نزرف فيه واحدة ويص يعني ونشوف الناس هل هم طيبين ولا لا. الحين هذا هو الموقع يا جماعة الخير. الحين يا جماعة الخير راح اروح عند الموقع. والله اني جبت العيد، والله اني حمار. المهم يا جماعة الخير اروح، طبعا اكيد السيارة راح تتكسر لان هذه معرفنا السيارة يعني على طول تتكسر حتى ما تضل دقيقة واحدة. المهم يا جماعة الخير خليني ادعس يا مدير. هاك ماني بشريعة مع اني مطفر انا. السلام عليكم، لا تسوي يا ابو نظارات، يلا انقلع يا ابو نظارات يا معفن يا حيوان. اوكي يا رب ما حد شافني، اوكي ما حد شافني، اوكي كويس. انا بقى بصبر اللي مكتوب عليها تاكسي وينها. اي هذا يا رب ما يكسر القزاز، يا رب يا حيوان لا تكسر القزاز. انا ما ابغى السيارة تتكسر، لا ابغاك ما تكسر القزاز. ايوه هذا له خيمة، الله يقلع أمه لو صار كذا، استغفر الله العظيم. ما لي إلا ذا كسرت القزازة جماعة، مثل يلا خلاص كسرت القزاز، كسرنا القزاز. أركب لا يجيك تراك. يلا يا جماعة الخير دقبوري، يلا يا مدير نروح ناخذ أول طلبي. أنا إيش خلينا نشوف يا جماعة الخير، أنا يسموني التاكسي الحمار. أوكي مش ما شفتوه، هذا الدليل إني حمار. أوكي ورا يلا بعد لا يجيك تراك. أوكي وخر، والله اني اقبى، شوفوا كيف امشي، اقبى واحد في التاريخ يمكن تشوفونه. السلام عليكم يا اخي، هذا الزفت اللي خلاقه زي كرخرة. الحين بيقول لي اوش، ها شفتوه يقول اوش. اخو خشمة هذا، او خشمة هذا، خشمة تقول كان استغفر الله، انا بقاي تقول كان جي كلاس. المهم يا جماعة الخير راح يا جماعة الخير راح نودي المكان هذا، هذا أعرف الشخصيات هذه اللي في جراند، يودونك شخصية، يودونك أماكن أبعد من حياتي، يمكن أبعد من كوكب زحل. المهم يا جماعة الخير نروح يمين ونروح سيدة، وطبعا يا جماعة الخير خلينا نسرع المقطع زي عاداتنا يعني يا جماعة الخير. 3 2 1 تسرع المقطع. يلا يلا يا منتج سرع المقطع. اوكي يا جماعة الخير مثل ما تشوفون يعني يا جماعة الخير قربنا يا جماعة الخير. شكلي بسوي كات مبدأ للتسريع، ما ادري ايش نسوي. ما بال هذا وين رايح، مكان ابعد من حياتي يا جماعة الخير.
هذا شكله بيودينا كوكب كوكب المشتري يا ساتر. هذا شكله راعي فلوس، ما دام انه بيودينا كوكب المشتري شكله راعي فلوس يا جماعه الخير. شكله هذا بيشتري كوكب المشتري سخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. راي والله انا سحب علينا راح يمين. وصلنا عند مكانك يا راعي الفلوس، تعال تدي ولا وصل. لو انحشت مني والله لا تترك تصدير، ترى انا تاكسي مجنون. ادري انك تسمعني بس يلا، ادري انك الحين قاعد تسمعني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوق بس بتشوف يعني سويق يعني. تدري لو رجعت لي مره ثانيه والله لا اصدرك. تسمع، انت جيت بذا المكان، لو جيت لي مره ثانيه والله بصدرك لان اخلاقك زفت. يلا انقلع. تبي شاي؟ يلا اذلف. يلا حنشوف استلب ثاني الحين على طول. متين وعشرة ريالك كويسة. يلا روح تصرف في الطلب الثاني. الو منين، ايش اخبارك؟ طيب. يلا تبي تاكسي؟ يلا يعطيك العافية، اعطيني الموقع. يلا حسبي الله عليه، شكله نفس الشخص. والله لو نفس الشخص ابى اصفقك تصفيق. خلنا نشوف. ايوا جاني الشهادة، هذا جاني. ترى اخلاقه زفت والله العظيم، لا اصدمه. خلاص ما دام مشحور ما امشي. جاي تاكسي تاكسي تاكسي. اوكي شفت الخير. هذه شكلها بتودينا هالمره مو بكوكب المشتري، بتودينا كوكب البلوبت. وهذا وش اسمه امه؟ تبين طريق مختصر؟ تبين نخطفك؟ ادري جسمك انتي، ما ادري جيني، ما ادري زيفتي، ما ادري. حسبي الله على السواقه. ليش انا تركبت معي بنت تصير سواقتي زي الخارة؟ والله جلدوم، والله سواقتي زي الخارة. يعني انت اللي تفشلني، لا تفشلني. حسبي الله عليك. الله لا يوفق بليزك، الله لا يبارك في وجهك. اوكي معانا البنت. وجاتني الشرطه يا جماعه. لا 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 لا، ما صار شيء، ما صار شيء يا بنت. يعني خلنا نخطفك يعني. يلا بسم الله خلنا نخطفك ونروح. يا جماعه الخير صار، خلنا نسرقها يا جماعه الخير وندعس فيها عشان اذا بجو بيمسكوني اهددهم بذي البنت. والله يهددهم بذي البنت. يا جماعه الخير الحين نروح يمين يسار. يا سلام والله هم بقرون ما يعرفون يشوفون الطريق. خليك معي. ايه خليك، ترى ما صار شيء، ترى لو بتحركتي بيجيش كف. يعني لو سمحتي يا جماعه الخير راح اسوي كاتنا ما يروحون الشرطه هذيل القثيثين وارجع. اوكي راحوا يا جماعه الخير وطبيت البنت الحق. يا حيوان لبسي يا زل، الله يزقك. استغفر الله. المهم يا جماعه الخير تعالي تعالي، انت وين رايحه؟ وين رايحه؟ اعطيني فلوس، اعطيني فلوسي. مسوية بتنحاشين، تعالي والله ما اخليك. مسوية بتنحاشين. اعطيني فلوسي لو سمحت. اول شيء اعطيني فلوسي، انا جاي اترقصك. الله انت راسك هذا. ايه 10 ريال بس هذا اللي عندك في جيبك 10 ريال، وانا بعطيك احسن مليون. وجع 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 يا جماعه الخير. والله اني تاكسي مشاقب يا جماعه الخير. جاتني شرطه مره ثانيه. الله يقلع ابو الهفله. يا جماعه الخير استنسنا صح؟ لا شكله ما استنسنا، بس خذنا طلبين. خلنا ناخذ الطلب الثاني. ابوك لجنه وش ذا؟ ابو شكل كاميرا، في كاميرا على شكل مدري وشو. مجموعة الخير قسم بالله انه شيء كهرب قسم. وجو بسم الله الدزة. شو الخير ممكن توقف؟ ساعدني لو سمحت، انقذ حياتي. لا تعال انقذ حياتي. انا ابو هالف اللي استغفر الله. اخي انقلع انقلع، الله يوفق ابليسك. والله جو 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 جو. شرطة 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 يا جماعة الخير، سرعة 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 سرعة. جماعة الخير مثل ما تشوفون خلنا نطلع سنايبر. خلنا نشوف التاكسي المشاقب، هو أسوأ تاكسي يمكن تشوفه بحياتك. يمكن يموتون الشرطة هم ما يشوفوني. وينهم؟ والله لهم عندهم سالفة. شوف كيف عندهم سالفة الشرطة. الله ايه لهم نار. دون عندي سنايبر. ايوه انت راسك، انتم راسك، هاي بين راسك بالرياض. ما تشوفوني انتم، ما تشوفوني، استنوني انا. عزم عزومي الله اكبر. قلبي واحد هذا قاهرني، هذا هو سلعته قاهرني قاهرني. اوكي يا جماعه الخير الله اكبر، خلاص انتهت النجوم يا ساتر. هذا هذا بعد سلعان قاهرني وسلعته. ها اخي انت انقلع انقلع من سلعتك. انا مسوي وصلعه يا جماعه الخير. هذا مسوي هو سلعته، هذه سلعه بيضاء، في سلعه كاويه وسلعه بيضاويه. اخي انت ما تستحي انت، يا انا جاي اتزكى وانت جاي تقولون علي انا. والله بموت ما تفهم. الله يرحمني انت، ما تفهم. ادعوا لي بالرحمه وين اقفل؟ اقول انت الزمه. الله اكبر يا جماعه الخير. شوفوا شوفوا يا جماعه الخير، السائق التاكسي تم القبض عليه ولكن هو قاعد يصفق في الشرطه ولا في الطياره. والله ابديكم سوي تطلق، سوي تطلق انت وياه. ها سوي تطلق. يلا انقلع يلا، والله اخذت روحهم. يلا روحوا روحوا سوي تطلق. يلا انقلع. موتني ما توفي، وموتني ما توفي.
الله يرحمني ويدعو يبين ويغفر لهم. بخير والله انا رقضان بشكل كامل طقطقنا سالفنا سوينا جتنا شرطة قتلناهم سقتلوني سوالي فعلوني كل شيء صار في هذا المقطع سوينا عجبكم ومرتنا قبل ما تطلعون ذا المقطع لو سمحت يعني لو سمحت انا حاط لك هذه العلامة حق القناة ليه؟ انت عشان تضيفني ولا عشان تتابع فيها بس؟ بس انا بعرف ليش هذا الشخصية قاعد تمشي يا شباب الخير وما قاعدة يعني شوفها مثل الخلق قاعد تمشي وانا ما شوف قاعد تمشي شوفوا بحط يدنا هنا شوفوا قاعد تمشي ومستانسة وتفل امها عرفتوا انها مستانسة انه خلصنا المقطع يلا اي فرانكلين دور لما مخك يصير دوران الارض يا جماعة الخير هذا احنا وصلنا لنهاية المقطع شكرا لايك واشترك تبعي جرس التنبيهات ان انا اعجبكم وبس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم.